لطافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. عنا شباب البوم. عطى ايه يلا يا ديبالا يا وحش، حرام عليك يا شيخ. عامر شوف ذا المطعم جامد، تبي دجاج ولا لحم؟ اول شيء انت قليله ادب. ليه؟ داخل الملحق بالجزمه ما تستحين على وجهك. ثاني شيء ما ابي لا دجاج ولا لحم، ابي صدقين وجهك. هذا جزاي بعد اقول انقلعي بس خملك. يلا روحي شو طق مست البايخ. خذ وانا ابوك ارسل للرجال اللي يقول ليش ما عزمتوني. يابا هذاك فيديو ما هو ملصق، شوف شوف ناظرته زي كذا. سليمان سليمان تبغى دجاج ولا لحم؟ نعم 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 نعم. والغدا اللي طبخته من اللي بياكله ان شاء الله؟ كل يوم رز رز رز. بلا دلع بنات، الغي الطلب الحين، ما في مطعم. يا ابوي ايش الاسم الطويل ده اللي ما نعرف اقراه؟ بعدين ايش التشكيله دي؟ شكله لحيم. بدأنا بالتصريفات يا فاشل. اسمعوا اسمعوا زين. الله يها الله يعطيكم الف عافيه يا شباب، ضيفوا الداعمين ما قصروا معانا. استهلون. وفي طلب واحد يبغى اغنيه مريت وسط السوق حقت نانسي. لا لا امزح امزح، أغنية أنا أحبك أنا أعزك حقت رابح صقر. يلا يستاهلون سجلوا البث ها عشان تسمعونها بعدين. الله. أنا أحبك أنا أعزك أنا باقي على ذكراك، وإذا الله ما كتب تتحقق أحلامك ولا أحلامي. الله يا سلام، شيروا البث شيروه. هاي من فصل النت؟ مو أنا، مو دخلني. يا أخي اهجد أنت، البث انقطع. أفا تم قم معي. اساسه منقطع النت بتفوز عليه. يا فقي هدالك وربي يفصل عليك. من اللي لعب بالمودم؟ سلامات، من اللي لعب بالمودم؟ ايش فيك انت؟ ما حد لعب فيه، انت لعب فيه؟ لا والله مو انا، قسم بالله. بس يا خلينا نسمع الخبر العاجل. خبر عاجل وردنا من مصادر موثوقة، انقطاع خدمة الانترنت في جميع انحاء العالم لمدة غير معلومة. أوف 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 أوف. وعلى ذلك تم تعطيل جميع مواقع التواصل الاجتماعي وسوق الأسهم والعملات الرقمية. جربي جربي. يعني ما أدري حبكت ينقطع النت يوم أننا بنسوي متجر أركتراني. سبحان الله حظي وعرفة، أنا ما عمري سويت مشروع ونجح. طيب الحين وش أسوي بهالبضاعة؟ وين أبيعها؟ وين أصرفها؟ حرج عليها قدام الاستراحة. والله انها فكرة. قرب يا ولد قرب، على خمسة على عشرة سريع، مكياج عطورات. ايه هد هد يا ابو الشباب. يعني ترى ميك اب ما هو بجح. بعد ما افتتحوا العروبة راحت على خريص الزحمات. حاسب يا صديق. دو ريال. 2 ريال ابشر. شبكة ما في. أجل امسك. صرف 500 ما فيها. طيب اسمع كلها ريالين عادي اجيبها لك بكرة. ما في قرقر واجد، روح جيب صرف. اوكي لا تنفخ. اوف 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 اوف. رجعت زحمة الصرافات. سيديات، اونو، كيرم، دومينو، روت.
فيديوهات عادي تصرف لي بالشرط واحد تشتري مني بخمسين وفوق ابشر بعزك اوكي ايش الفكك ده يا ابويا التشكيلات كلها قديمه اللعب اوف لاين ابو كل قوم يا واد قل لهم يا طير حوال المجر ارحموا عاشق حياته في خطر ومن بغى لحمه وباقي له العظام يا بزر صجيتنا ازعجتني خلاص يكفي سلموا لي على اللي سمع حالي وفراقه حسبي الله على اللي حال بيني وبينه يا بزر كبيت الشاهي اسمعني اسمعني شوف اقول لك شيء واحد اجي ترقص رح ارقص هناك زين ان رقصت عندي دفنتك في الارض اقرب وجهك هناك يلا من قال كيرم يا عيال انا وش جوك انت والكيرم ترى ما انقطع النت مو محجورين ما هو بشغلك العيال بيلعبون ضف وجهك انت يلا عيال جيبوا المراكي بسرعه ارفع اي حطه تحت خف تعال كفته تعال انا وشكوش وانتو صالح خل ذا السبك يقعد الحالة اي اقول لكم لو مثلا نعرضها بمكان ايش؟ نعرضها بايش يعني؟ نعرضها نعرضها متى؟ اصبري خلا خلص فكرتي علي صوتك ترى مو بسامعين سلامات سلامات يوهو قصر اصواتكم شوي ترى حنا في بقها منا بوسعة شوي ذوق انا اللي قاف يا ابو سعد وانزل من على الكرسي اقول لك على اللقافه ولا تسوي فيها دور المديره فشلتينا خليها من اليوم ماسكه معها تحريج يعني جتها الفرصه وانا صادقه والله معليش يعني احنا في كافي يعني المفروض شوي هدوء وروقان يعني هدوء وروقان هذا لما كان الناس مشغوله بجوالاتها الحين ما في نت تحملي شوي الازعاج من جد اصلا من لما انقطع النت الناس ما عندها الا البربره ستوب 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 اسم خالد حيوان خيل جماد 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 خيار ايش فيك ذكية انا الخيار نبات مو بجماد لا هو نفس الجماد لانه ما يتحرك لا يا شيخه ما تحتسب ما تحتسب امي تقول انزل اسوي قهوه ابوي بيجي ضيوف طب اسمع 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 قل لي جماد بحرف الخاء خشب اخسي الذكاء طالع على اختك بسم الله عليك شيل شيل النقطه خمسه الحقيقه يا ابو عامر أنا جالك اليوم في موضوع بيك تعرف الأسهم وقفت والسوق وقف والبنوك تعطلت والنت تعطل في كل مكان والمطلوب المطلوب فزعتك عندي عمال وعندي شركات واقفة وعندي مشاريع واقفة أبيلي شوية سيولة تبيك سيولة؟ السيولة والله مخك الفاضي ولا أنا قال لك مالكم الأسهم أنت قاعد تشتغل تبيع وتشتري بالعقار وجيبك مليان إلا تصير مع المساهمين إيش رب أحوالك الحين الوقت هذا مو وقت منن انا الان مشاريعي واقفه والدنيا كلها عندي واطله ما حد يعرف انه اصلا النت هيتعطل في العالم كله هذه 500 ريال من عندي ومن يسرك العشرك تفضل من يسرك العشرك 500 ريال يا ابو عامر جزاك الله خير في امان الله قال مشاريع قال ويبي يتشر ويصير مع التجار هذا نرجع للاستراحه شو تفكي يعني حبيبتي مو انتي قلتي تبين حلا كلي وروقينا والله اللي اختار على درايف ثرو خطير طيب الفكره باختصار يا بنات بنوزع البضايع في بوكسات ونوصلها للزبون مباشره يعني عملية البيع تكون في مقر الزبون نفسه وبكذا إيش؟ بنوفر مصاريف إيجار المحل ومصاريف الموزعين يعني ما يبغى لها شيء شوية جهد وصبر والربح بإذن الله مضمون يعني بياعة؟ بالضبط ويوم إنها بياعة طال عمرها وشولة بوكسات وخرابيط بقشة وقضينا السؤال الأهم من وين بنجيب بياعات؟ ما يحتاج نجيب بياعة حنا خمسة في وجه العدو واحدة فينا تتبرع وتبيع نعم نعم حبيبتي تبيني أنا
أطق باب الناس وأقول لهم اشتروا مني؟ سلامات. رولا معاها حق، أجل تبينا نجيب بياعة؟ كذا زيادة مصاريف ويمكن تنصب علينا. بيان، في حل ثاني؟ بصراحة فيه، بس أبي ثنتين يتطوعون للمهمة. نسويها الحين بعدين اعلمك. بعدني ما افتتح العروضه راح احط على خريص الزحمات. هذا اول زبون. والله ما انت بسهله الذيبه. أقول وجع بعد وجع أنت الثاني، ترى جايين نبيع إحنا منا بجايين نطر أنت وراسك. الله يصلحك يا وليدي، أمك فيه؟ إيه أمي فيه، من أقول لها؟ قل لها سيدات أعمالي بونس. قايلت لس من أول وشو هذا التهلق أنت الثانية بعد؟ أقسم بالله فضحتيني، وش فهمك بالتسويق؟ التسويق بعد. قصري صوتك. يلا تخلي أمشي. تجي؟ هو؟ كم سعر هذا؟ هذا يا بنيتي بخمسة وعشرين، بس عشانس حبتين بأربعين. وهذه الجلابية في منها مقاسات؟ تبين هلس ولا البنت الله يخليها هلس؟ لنا حنا الثنتين. أبدا بتامرون أنت وهي، بس شوفوا شو ناسبكم. أوه ما شاء الله، وش الأولاد؟ لا ما عندنا شيء للعيال، ضف وجهك. خير إن شاء الله. لا يا مخيتي، قصدها بضاعتنا نسائية، ما في شيء للعيال. اي أشوى هذه بس بخمسة ريال. ولس بثلاثة ريال. وينزل عليه هاك الباكستاني الجريم، رجال ضخم الله معطيه عافية، أكبر من الباب. وأنا ناصير أحلم ما عندي إبو، وناظر بيده ولا معه هاك العجلة طوله مترين، وأنا تحاشاو وأبعد عنه وناظروا لأبوها كالعيالين يلعبون بالبراحة، ولا تيجي تاقه هاكلك سنت. قلت يا صديق نصيت وما عندي أبوه أنا. قلت يا صديق، قلت هذاك اللي مخشم موترك هما هلتفت هو وأنا هج. خلصت القصة؟ إيه هجيت والله قهر. لا كمل، بالله عليك كمل. هي لا تكذب علينا، حط شوية ملح شوية بهارات عشان تمشي علينا. إيه سلامات، لا تكذب ولد عمي. بعدين تعال أنت، السالفة دي جديدة ما قد قلتها لي. ايه عندي سوالف واجد بس ما فضيت اقول لكم. ايه زي ما انتم عارفين رجل الاعمال ما كان عنده وقت. يا رجال كذاب، اول حياته كلها في التيك توك والسناب، ما عمرك صرفت معنا هالكثر. يا جماعة انا عندي لكم سالفة. يا عيال ما جعتوا. وسالفتي؟ واضح انها خايسة قبل ما تقولها. من قال عشا يا عيال؟ معاك يا كابتن. وانا معك، بس من الحين اقول لك ماني متحرك. وشلون؟ لازم منه واحد يروح يجيبهن. ما ابوه لا نت ولا تطبيقات. مهبول انت، المطعم عندهم توصيل، ناس انه في ثابت. حلو، امشي لاخر الشارع ثم تدور، تمشي 200 متر يجيك شارع ابن المقفع. اوكي، خش مع يمين يجيك مسجد بيج. مسجد بيج ايه، ثم الخش يمين. اوكي يا ابن الحلال، انت وش وداك للجامع؟ خوي قالك مسجد بيج. مسجد بيج، اسمع، دور الله يهديك، دور بعد الشارع هذا 200 متر خش يمين شارع ابن المقفع، بيجيك خويه هناك. يا اخوي وين انت؟ لي نص ساعه راح تريك بذاك. ما علي من طلبات الناس يا اخوي، اوقف عند المسجد لين اجيك. يا شكش خاون. يا عم انا عند المسجد، انت فين يا عم؟ يا اخوي انا عند المسجد ما اشوفك، ونوبه انت. انا واقف عنده بعد المطب على طول. يا خي ما خبر عند المسجد مطب. يا ليل ام النرفزه، انا ما يجوع انت مطب ورصيف؟ شوف لي حل. ورا ما تهاجمت الثاني، ما انا قصك انا. لو سمحت يا اخويا اديني وصف واضح، لاني ورايا طلبات تانية وتاخرت عليهم. اوهو تدري، ارجع للمطعم، نبي نيجي ناخذ اطلب من هناك.
هذا احسن شيء سويته. انا ادق العيال يجون على المطعم. قال التفصيل سريع، اخرتها ناكل محلي والشاورما بارده كمان. يلا شباب نعتذر منكم نسكر. طب خلاص قلت كلمتك هذه، وراك واقف على روسنا كأنك مراقب اختبارات. شكله بعد شوي بيسحب الاوراق. مستحيل. شو مالك انت؟ هذه رقم واتساب. في ورا رجع. يس رجع النت النت. الله الله يا هالنت اللي ما ادري ادعي لسلامته ولا اقول الله لا يربه. يا من شراله من حلاله عله.